السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة معنا درس جديد بعنوان الاسم المفرد والمثنى والجمع. والاسم المفرد هو ما دل على واحد مذكر او واحدة مؤنثة. والاسم المفرد يكون اسم انسان او حيوان او نبات او صفة او اشارة او ضمير او اسم موصول. المثنى، المثنى هو ما يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على المفرد. لاحظ ان نون المثنى دائما تكون مكسورة، وعند تحويل المفردة المؤنثة المنتهية بتاء مربوطة تحول هذه التاء المربوطة الى تاء مفتوحة في المثنى، ثم نزيد لها الف ونون او ياء ونون مثل طبيبة، نحولها هتبقى طبيبتان او طبيبتين، ومهندس مهندسان او مهندسين. ثالثا اسم الجمع. والاسم الجمع هو ما يدل على اكثر من اثنين او اثنتين. والجمع اما جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. اولا جمع المذكر السالم هو ما يدل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون. ولاحظ ان نضع واو ونون عندما يكون الاسم مرفوعا، ونضع ياء ونون عندما يكون الاسم منصوبا او مجرورا. ثانيا جمع المؤنث السالم هو ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء على المفرد، مثال طبيبة طبيبات، مدرسة مدرسات. ثالثا جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين وليس له نهاية محددة، مثل طالب طلاب، شجرة اشجار، طبيب اطباء. ولاحظ ان ليس كل جمع انتهى بياء ونون فهو جمع مذكر سالم، مثل شياطين لان مفردها شيطان، فنحن لم نزد على المفرد ياء ونون. وليس كل جمع انتهى بألف وتاء فهو جمع مؤنث سالم، مثال أبيات لأن مفردها بيت، فنحن لم نزد لها ألف وتاء.